وصفتنا النهاردة شيش طاووق، أعتقد هو من الوجبات المميزة اللي كلنا بنحبها ودايما بنعملها خصوصا في العزومات. وجبة سهلة وسريعة ومميزة حقيقي. هقولكم النهاردة ازاي نعمله بتتبيلة رهيبة، وكمان هنقدم معاه سلطة زبادي بالخيار تجنن. التسوية المظبوطة للشيش طاووق اللي هو بيبقى طري من جوه، مستوي 100% وفي نفس الوقت واخد لون وطبقة كده من بره رهيبة. ياريت لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. حابة الاول ابتدي معاكم بالفراخ. معايا تقريبا نص كيلو من فيليه الصدور، فيليه صدور او اوراك اي حاجة، المهم ان هي تكون متقطعة بحجم متوسط، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، يعني قطعة كده كويسة، ونعمل حسابنا ان حجمها برضو بيقل شوية. بعد كده نحضر التتبيلة. اول حاجة هحتاج علبة من الزبادي، العلبة دي كبيرة قد علبتين من الصغيرين اللي احنا عارفينهم، فاخدت نصها، فيعني في البداية كده معانا علبة زبادي. هنزود عليها معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة. ايهما متوفر عندكم استخدموا منه معلقتين، لو متوفر الاتنين استخدموا معلقة ومعلقة. بعد كده زودت نص عصير ليمونة ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض والبهارات. بقى أنا هنا هعمل ميكس ما بين البهارات الجاهزة والبهارات العادية اللي موجودة عندنا في البيت. هستخدم نص معلقة صغيرة، مش مليانة قوي، يعني نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ثوم وبصل بودر، بابريكا، كزبرة ناشفة، والملح. وناخد بالنا من الملح لأن البهارات الجاهزة بيكون فيها نسبة ملح. زودت كمان تقريبا معلقة ونص كبار من خلطة الشيش الطاووق الجاهزة، واربع معالق كبار من اي زيت نباتي بتحبوه او متوفر عندكم. بس كده دي كل مكونات التتبيلة الرهيبة بتاعتنا. عايزين تستخدموا خلطة شيش طاووق جاهزة من غير اي اضافات مع الزبادي بس، اعملوا كده. عايزين تستخدموا التوابل الموجودة في البيت بس، برضو اعملوا كده. اللي تحبوه اعملوه، بس بصراحة انا لما بعمل ميكس ما بين التوابل الموجودة في البيت والخلطة الجاهزة بتديني احسن طعم. قلبت مكعبات الفراخ بتاعتي في التتبيله كويس وبغطيها، ونسيبها بقى في الثلاجه تتبل تقريبا ساعه فاكتر. كل ما قعدت اكتر كل ما كان طعمها هيكون احلى. الفراخ بقى بتتبل، نحضر سلطه زبادي بالخيار رهيبه. خياره كبيره مبشوره ناعم ومتقشره، حطيت عليها رشه ملح عشان تنزل اي ميه زياده فيها، وبعد كده اصفيها من الميه دي كويس، وازود لها علبه زبادي، معلقتين كبار مايونيز، نص عصير ليمونه، رشة ملح ورشة فلفل اسود صغيرة جدا، واستخدمت توم بودر، وبرضو تقدروا تستبدلوه بفص توم مبشور ناعم. قلبت كل الحاجات دي مع بعض كويس، وحطيت عليها بس شوية زيت زيتون من فوق، وبس كده بحطها في التلاجة شوية كده قبل التقديم عشان طعمها يكون احلى. حضرت كمان الخضار اللي هنضيفه للشيش طاووق، فلفل ملون، بصل، طماطم، اي نوع طماطم. انا هنا استخدمت الطماطم الصغيرة، بس طبعا تقدروا تستخدموا الطماطم العادية، تقطعوها مكعبات وتستخدموها. العيدان بقى او عيدان الشيش طاووق اللي هنشكل عليها الفراخ بتاعتنا. انا هنا استخدمت عيدان خشب، بس لازم قبل ما استخدمها انقعها في شوية مية تقريبا 10 دقايق ربع ساعة. الخطوة دي بنعملها ليه؟ لان احنا مستخدمين عيدان خشب، فاكيد لو دخلت الفرن وتعرضت لحرارة عالية ممكن تتحرق، فاحنا بنخليها تشرب شوية مية عشان لما تدخل في درجة التسوية او تدخل الفرن مثلا تاخد وقت لحد ما تبخر المية اللي هي شربتها، فما تتحرقش معانا بسرعة. نيجي بقى للخطوة الألذ والأحلى في الوصفة كلها، تجميع الشيش طاووق. ألوان بقى كتير، أصفر، أحمر، أخضر كده، يعني على حسب ذوقكم وبالطريقة اللي تحبوها. الكلاسيك يعني والمتعارف عليه بنحط قطعة خضار وبعدين فراخ، خضار فراخ وهكذا. المهم في الخطوة دي وأهم حاجة إن احنا ما نضغطش الفراخ أو الخضار جنب بعضه، خلوا فيه مسافات قليلة شوية، يعني مش مسافة كبيرة، لأ مسافة بسيطة ما بين كل حاجة والتانية عشان نديها مساحة إن هي تستوي وتاخد لون حلو. فضل معايا شوية من التتبيلة كده، بجيب بقى الفرشة بتاعتي وبدهن الخضار والفراخ من أول وجديد بشوية التوابل الزيادة دول عشان الخضار ياخد من نفس التتبيلة، والفراخ كمان تكون متغلفة بتتبيلة أكتر فيكون طعمها أحلى. خلصنا بقى كل الخطوات السهلة، نيجي للخطوة الأهم، مش الأصعب خالص، بالعكس، لأ الأهم، تسوية الشيش طاووق. في طريقتين للتسوية، إما إن احنا نشوحها في الجريل على النار عادي، أي طاسة مش شرط جريل، أو إننا ندخلها الفرن. أنا بصراحة جربت الطريقتين، أنا بعمل شيش طاووق بقالي سنين يعني، فبصراحة لما بدخلها الفرن بتطلع ناشفة شوية، ولما بعملها في الجريل ما ببقاش ضامنة التسوية 100%، فبقيت بعملها بالطريقة دي، بعمل ميكس ما بين الطريقتين. الأول بنزلها أشوحها في الطاسة أو في الجريل، أديها لون حلو،
وتاخد صدمه على نار عاليه علشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتفضل طريه من جوه. بعد كده برصها في الصينيه بتاعتها وادخلها الفرن من 20 ل 30 دقيقه ماكسيمم علشان تكمل تسويتها، وابقى ضامنه ان هي مستويه 100%. بدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 وبشغل فوق وتحت مع بعض. لو انتوا الفرن بتاعكم ما بيشتغلش فوق وتحت مع بعض، تقدروا تحطوها في الرف التاني من تحت وتشغلوا من تحت الاول 20 دقيقة او 15 دقيقة على حسب، برضو انتوا بالنظر هتعرفوا هي استوت ولا لا. بعد كده تولعوا عليها الشواية دقيقتين تلاتة تاخد لون برضو حلو مظبوط، وتخرجوها هتبقى مستوية 100%، وحاجة كده شكلها بيرفكت زي ما انتوا شايفين. شكلها اعتقد واضح، بس طعمها وريحتها مش هقدر اوصفها لكم، لازم تجربوه بنفسكم عشان تفهموا انا اقصد ايه. سلطة الزبادي تجنن، قدموها بقى بالطريقة اللي بتحبوها مع شوية بطاطس، او ممكن تعملوا جنبيها رز بسمتي اصفر اللي انا عملته في الفيديو اللي فات لو حابين ترجعوا له، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. الفراخ طرية جدا وتندر كده من جوه، وطعم التتبيلة ظاهر فيها، جربوها انا واثقة ان هو هيعجبكم جدا. بالهنا والشفا مقدما لأي حد هيجربه، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.